إخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا من قلب مدينة حدسوال، جبنا لكم واحد الشقاق زائد البقعة البليس دو. تفضل معايا. هذه هي الدخلة ديال الريزيدونس. عندك مولاي هنا المواطن، تفضلوا معايا. وعندك مصعد من الصوصول الى طروازيام ايطاج. تبعوا معايا الفيديو اخوان. غادي ندخل الشقاق، عندنا المصعد وعندنا ثلاثه الشقاق، واحدة فيها 69 متر، واحدة فيها 102، واحدة فيها 86. وعندنا عاود ثاني هنا ثلاثة. يعني ثلاثة شقق هي نفس المتراج. اجي معايا ندخل نشوفو ديال 102. هذه اللي فيها 102. هذه خدمة نقية تبارك الله. هذا هو الصالون، باب الدخلة. كاين حتى في الصالون دوبا. وعندك الكوزين اللي مجهزة بالبلاكارات، عندك الفران كاسري. بالنسبة للشقة مشمشة 100%، وعندك الباركو، وعندك زائد الباركين ديال السيارات. بس الثلاجة وعندك ثلاث غرفات وجوج حمامات. الغرفة الأولى وعندك بلاكار. الثمن كتبقى في 6000 درهم المتر. عندك الغرفة الثالثة الثانية تاهي فيها بلاكار. عندك مولاي باركو هنايا، وعندك بلاكار. يعني هذه الغرف فيها 102، الثمن كتبقى 6000 درهم المترو، قابل للتفاوض. وعندك هنايا
مع مولاي نطق واحد الفكرة والتاني بالنسبة ديز الكوش، يعني خاصك دير الكوش الاخر بالذوق ديالك نتا. اجي نوريكم الميطراج الصغير ديال 69 متر وغادي نمشيو للشقة صغيرة عندك الصالون وعندك الحمام على الدخل على اليسار عندك حمام اخر وعندك لاكوزين عندك المسجد وعندك هنايا اير بلس 1 باقي عندنا بقاعي اير بلس 2 المساحه من 100 متر حتى 140 متر سيد رحال عندك اطلاله على البحر 10 دقائق سيد رحال و10 دقائق دار بوعزاق طماريس أو نسيت وعندك تشوفو راكب وعندك الغرفة الأولى عندك بلاكار عندك الغرفة الثانية اللي فيها الباركو وعندك بلاكار صغير في البيت ديال الوليدات اللي 69 متر فيها جوج غرفات جوج حمامات جوج بيوت والصالون والكوزينة اخوان بالنسبة للسانديك 2000 درهم في العام والمساحة اللي كاينة حاليا اللي كنتواجدو فيها دابا حنا حاليا الشقة اللي كتشوف في الباركين فيها 102 او وحدة اللي جات في الشوكة فيها 86 متر 6000 درهم متر قابل شي شوية وكلهم عندك شوفو وغدير الصباغة ذوق الكوش الاخر ذوق ديالك بغيت تخليها هكا خليها بحال ما هكا وهذا هو العرض ونخليكم التليفون ديالي وبالنسبة لبقاعي من 100 متر حتى 140 متر الثمن ديالهم كتبقى في 5000 درهم متر داك تشوف السوالم الستوندر ديال السوالم وعندك حتى الباركين وعندك هنايا غادي يولي مارشي المارشي غادي يولي قريب ليك هنايا وهذا هو العرض كنتمنى لكم التوفيق واللي بغى يتواصل معايا راه غادي نخلي التليفون ديالي مرحبا قناة المباشر الله يسخر الجميع الله يعاونكم